اعطي لنا الراي ديالك في هذه الحاويات اللي عندها خزان تحت ارضي. بالنسبه لهذه الحاويات تحت ارضي فهما فكره ممتازه هادو، لانهم كيحافظوا على البيئه وكيمنعوا حتى داك التسرب ديال الروائح والتراكم ديال الازبال حول الحاويات وداكشي ديال الازبال وداكشي. فكره زعما ممتازه ورائعه. يعني انت دزتي من هنا وتاروا الانتباه ديالك؟ انا داي صدفه هنايا نزلت باش ندخل هنا للسوق هنا وداكشي نشوف وداكشي، بانوا لي تاروا الانتباه ديالي. اذا هذه هي الفكره ديالي هنا، زعما فكره رائعه وممتازه لانها كتحافظ بعدا اولا على السلامه ديال اسمو ديال البيئه، وكتمنع حتى داك التسربات ديال اسمو ديال الروائح الكريهه، وتمنع حتى داك التراكم ديال اسمو ديال الازبال حول الحاويات اللي كتير زعما كتشوه الصوره ديال اسمو ديال الشوارع وديال المدينه وديال الاحياء في المغرب. اذا كاين هاد الحاويات هادو الجدادات، وفي المقابل ديالهم كاين الحاويات القدام. ورغم ذلك انه بنادم كيلوح الازبال ديالهم، راه الازبال كتشوفها متناطره حول اسمو حول هاد الحاويات هذا. وواحد النصيحه انا كنطلب من المواطنين والمواطنات باش انهم يحاولوا يحافظوا على الحسن ديال البيئه والنظافه ديال البيئه، باش حتى لان الجماليه كتعكس اسمو كتعكس حتى اسمو السلوكات ديال اسمو ديال المواطنين داخل الاحياء المغربيه. انتم من الساكنه ديال المنطقه؟ اختي من الساكنه ديال المنطقه. بغينا تعطينا الراي ديالكم في هاد لي بوبيل الجداد اللي داروا لكم. اختي مزيانين هادو، بالنسبه لي انا احسن من هادوك. هادو داروهم ديال بحال ديال برا، مزيانين. يعني كدير فيهم الزبل كيتخشى من الارض؟ برجلك كيهبط الزبل احسن من هادوك. بقى الناس كيلوحوا على برا، كاين اللي خويل داخل كيلوحهم على برا. اللهم هادو مزيانين كتورك ويهبط الزبل مزيانه، هادي احسن. يعني كتقول بان هاد لي بوبيل الجداد من شانهم انهم يحافظوا على البيئه؟ مزيان، هادو مزيان يحافظوا على البيئه. الزبل يدخل لداخل كيورك بالماء برجلك كيهبط الزبل، داكشي بحال ديال برا مزيان، عجبنا هادشي هذا. احسن من هادوك اللي هادوك ماشي دوك اللي كيجي ما كيقدرش يهز الميكل فوق يلوها غير لتحت. هادو هنا مزيانين، داروهم مزيان. بغينا تعطينا رايك في هاد لي بوبيل اللي داروا هنايا. هاد لو كوبيل اللي داروا هنايا اختي ما خداماش، ما صالحاش. علاش؟ بالنسبه للدراري الصغار، الدراري الصغار تقاد ديال هادو دابا الا تحل هذاك لو كوبيل وطاحت طاح الدري الصغير، شكون غادي يجبدو؟ شكون غادي يسمع بعدا صوت وراه كيغوت؟ مزموته. هاد لاكوبيل اللي داروا هنا ما خصهاش، كانوا يديروها في الموحدين، والساكنه ديال الموحدين قالوا لهم لا حنا بارك علينا هادوك الطوارق قادينا. علاش؟ خايفين على الدراري الصغار. انا دابا هو جا راه ود الاطفال، حاطينهم حدا راه ود الاطفال، وحده دار الشباب، وحده قاعه الرياده، هاي قاعه الرياده من هنا. سكينة ما كتطلبش هاد الشيء، هاد الطوار وهادو اللي داروا دابا. سكينة كتطلب خدمة الشعب، يا الشباب خاصو يخدم. انا ما خدامش، هاد السيد ما خدامش، نزيدوا الناس بزاف الدراري ما خدامينش. سكينة هاد الشيء اللي كتطلب. حنا نشوفوا هاد المرشحين اللي كانوا ترشحنا عليهم شحال هادي، وعاودنا عاوتاني ترشحنا، عطيناهم الثقه ديالنا. ما كاينه كيقول لك حنا خدامين على حساب الساكنه ديال المشروع باش نخدموا الشباب، ما كاينه لا خدمه لا والو. كيقول لك بزاف ديال الحوش، الامن ما كاينش الامن. شنقول لك؟ حتى شي حاجه ما كاينه في هاد الدار. وهذا الشيء بعدا اللي داروه، هذا الشيء ما خصهمش يدار كاع. حنا يبقى طوار عاديين، حنا عندنا الرباح. علاش؟ شفتوا على وليداتكم؟ حنا خافنا على وليداتنا. هات يا هاو هاي انا نهزها، هاي هادي بنتي. الا انا دابا الا طاحت لي الله يحفظ دابا بنتي طاحت لي هنايا، شنو غادي نحملو مسؤولية؟ نحمل مسؤولية لما نقول لها علاش طالقاها؟ غنحمل مسؤولية هاد المرشح اللي جا ترشح هنايا وجا دار الطوارو هادو هنايا. هاد الطوارو ما خدامينش لي، هاد لاكوبيل هادي ما خداماش. هاد لاكوبيل بنادم ما غاديش يلوح فيها الزبل. لاكوبيل راه لاكوبيل باينة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.